تشارك مصر في الاجتماع الوزاري 14 لوزراء الزراعة لتجمع البريكس بالعاصمة الروسية موسكو الذي يقام غدا تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين. هذا ومن المقرر أن يتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أمام الجلسة الأولى للاجتماع والتي تتناول استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي. يستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، كما يطرح رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تجمع بريكس. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 4.4 مليار جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بما نسبته 31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وصعد مؤشر إيجيكس 100 تلوسع نطاقا بما نسبته 3% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت من مخاوف تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن أثر زيادة القلق من تبعات التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط فاق ذلك. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ليصل إلى 86 دولار و14 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 0.9% لتحقق 81 دولار و63 سنتا للبرميل. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.59 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.28% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، مما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل. قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت ب6000 طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 233 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وطلبات الإعانة بمعدلها الحالي غير بعيدة عن الحد الأعلى من مدى تحركت فيه هذا العام بين 194 ألف و 243 ألف طلب. أعلنت الصين ارتيائها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حديثا بإدراج شركات صينية في قائمة عقوبات بسبب تورطها المزعوم مع روسيا. حث المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي على التوقف دون قيد أو شرط عن إدراج الشركات الصينية في هذه القائمة الخاصة بالعقوبات، وأضاف أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، كما لفت إلى تعارض هذه الخطوة مع التوافق الذي توصل إليه قادة الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. أعلن البنك الدولي في أحدث إصداراته من تقرير موجز للهجرة والتنمية أنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا قويا خلال الفترة 21-22، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعا في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار. من المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا أسرع يصل إلى 2.3% في العام الحالي، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتا من منطقة إلى أخرى.
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية مانويل موزس أن الوكالة حققت عام 23 أفضل أداء مالي لها، كما أوضح مانويل موزس خلال كلمته بالاجتماع العام السنوي 24 والمنعقد في مدينة ليفينغستون بزامبيا أن أبرز ما يميز بيانات الوكالة المالية هو ارتفاع الربح خلال العام بنسبة 184% وإيرادات التأمين بنسبة 14%. أما إجمالي العمليات فوصلت نسبته إلى 19% وإجمالي الأصول إلى 27% وحقوق الملكية 25%. بالنسبة لصافي التأمين والاستثمار فقد وصلت نسبته إلى 142%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع سارة وأميرة. شكرا لك.